السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. نكمل حل تمارين رياضيات الصف الأول متوسط القيمة العددية لمتعدد الحدود. وصلنا إلى تدرب وحل التمرينات صفحة 82. راح نكمل حل التمارين، وصلنا إلى النقطة الثامنة. احسب قيمة كل مقدار جبري. إذا علمت أن قيمة Y تساوي 8 و X تساوي 3 و B تساوي 15 و A تساوي 9، هنا عندنا النقطة الثامنة P أس 2 ناقص 5 XY. فهنا راح نعوض هذه المتغيرات، هنا مطين القيمة مالتها، فراح هنا أخلي القيمة مالتها وأستعمل ترتيب عمليات. هنا أول شيء أعوض، هنا عندنا ال B أس 2، إيش قد هنا قيمة ال B مطينيها؟ مطينيها 15، فهنا راح أقول 15 أس 2. هنا شنو عندنا ناقص؟ 5 أنزلها. هنا عندنا اكس واي، الاكس ايش قد قيمتها مطين اياها؟ الاكس هي 3، بين الخمسة وبين الاكس هي العملية الحسابية ضرب، فراح اقول هنا في 3 واي، كذلك بين الاكس وبين الواي عملية حسابية هي ضرب، فراح اقول في الواي ايش قد قيمتها؟ قيمتها 8، فراح اقول هنا في 8. صار واضح؟ هنا عوضت. هسه راح استعمل ترتيب عمليات، بس هنا عندي أس راح اتخلص من الأس. هنا 15 تربيع، يعني 15 في 15، هنا اضرب على صفحة 15 في 15، 5 في 5 25، 5 و2 إعادة تسمية، 5 في 1 5 و2 7، انزل 0، 1 في 15 15. هسه اجمع 0 وخمسة، خمسة سبعة واثنين، 12 اثنين وواحد على التسمية، واحد وواحد اثنين، إذن 225، يعني 15 أس 2 هو 225 ناقص، هنا الخمسة أنزلها، 5 في 3 في 8. هسه شنو اتخلصت من الأس. هسه شنو صار عندي؟ صار عندي ترتيب عمليات. عملية الضرب تسبق عملية الطرح والجمع. فهنا أول شيء راح أضرب، هنا عندي هذا ضرب وهنا كذلك عندي ضرب، فهاي 225 أنزلها ناقص، هنا أضرب 5 في 3 15 في 8، كذلك هنا عندي ضرب، فأضرب أولا وبعدين يلا أطرح حسب ترتيب العمليات. فهنا عندنا 225 أنزلها ناقص، راح أضرب 15 في 8، 8 في 5 40، 0 و4 إعادة تسمية، 8 في 1 8 و4 هو 12، راح يصير 120. هسه راح نقص 225 ناقص 120، فهنا نقول يساوي 5 ناقص 0 هو 5، و2 ناقص 2 هو 0، و2 ناقص 1 هو 1، إذا الناتج النهائي هو 105. 105 صار واضح؟ النقطة التاسعة، هنا عندنا 4 بي ناقص 5 اي. فهنا أول شيء أعوض، هنا هذه الأربعة أنزلها، بين الأربعة وبين البي هي علامة ضرب، فهنا هنا أقول في البي إيش قد قيمتها؟ قيمتها 15، فراح يصير هنا في 15 ناقص الخمسة تنزل، بين الخمسة وبين الأي كذلك ضرب، فأقول في الأي إيش قد قيمتها؟ هنا الأي 9، فراح يصير 5 في 9. صار واضح؟ حسنا هنا صار عندي ترتيب عمليات. عملية الضرب تسبق عملية الطرح، فراح أخليها بين أقواس. هنا أقول 5 العفو 4 في 15، 4 في 25 0 و2 إعادة تسمية، 4 في 1 4 و2 6، فراح يصير 60، هنا الناقص أنزلها. هسه أقول 5 في 9 هو 45، هسه راح أطرح أقول 60 ناقص 45 ويساوي 15، إذن الناتج النهائي هو 15. نقطة العاشرة 2AB، فهنا عندنا التعويض، الثنين أنزلها، بين الثنين وبين الأي إيش قد شنو العملية الحسابية؟ العملية الحسابية هي ضرب، فأقول في الأي إيش قد قيمتها؟ الأي قيمتها 9، فهنا أقول في 9، وبين الأي وبين البي كذلك ضرب، فأقول هنا في البي إيش قد قيمتها؟ قيمتها 15. هسه عوضت، هنا أقول يساوي هنا عندنا ضرب، فراح أضرب 2 في 9 في 15، 2 في 9 هو 18، أضربها ويا 15.
هسه هنا ضربنا 2 في 9 18 في 15 ويساوي هسه راح اضرب 15 في 18 8 في 5 40 0 و 4 عدد تسمية 8 في 1 8 و 4 12 انزل 0 1 في 15 15 هسه راح اجمع 0 زائد 0 0 2 زائد 5 هو 7 1 زائد 1 هو 2 اذا يساوي 270 ناتج النهائي هو 270 صار واضح؟ نقطة 11 هنا عندنا 4y زائد 8x ناقص 6 هسه راح اعوض ان هذه الاربعة انزلها بين الاربعة وبين الواي هنا عندنا العملية هي ضرب الواي هنا نشقد قيمتها 8 نعم قيمتها 8 زائد انزلها هذه الثمانية كذلك تنزل وهنا عندنا بين الثمانية وبين الاكس هي ضرب الاكس شقد قيمتها الاكس قيمتها 3 فيصير هنا في 3 ناقص 6 تنزل صار واضح اول شيء عوضت هسه راح استعمل ترتيب عمليات هنا عندي ضرب اضرب وبعدين اجمع واطرح 4 في 8 هو 32 زائد 8 في 3 هو 24 ناقص 6 هسه عندي هنا جمع وطرح حسب ترتيب العمليات راح ابدا من اليسار الى اليمين يعني اول مره اجمع وبعدين اطرح 2 زائد 4 هو 6 و3 زائد 2 هو 5 ناقص 6 تنزل ويساوي 56 انا اقص من عدها 6 الناتج هو 50 الناتج النهائي هو 50 نقطه 12 7y تقسيم 4 زائد 5x هنا التعويض السبعة انزلها بين السبعة وبين الواي هي ضرب الواي شقد قيمتها قيمتها ثمانية وتقسيم انزلها هذه الاربعة كذلك تنزل زائد خمسة بين الخمسة وبين الاكس هي ضرب الاكس قيمتها ثلاثة فراح يصير في ثلاثة صار واضح هسه هنا عندي ترتيب عمليات هنا عندنا اول شيء الضرب سبعة في ثمانية هو 56 تقسيم 4 تنزل زائد هنا كذلك عدي ضرب الخمسة في 3 هنا أقول 5 في 3 هو 15 ويساوي هسه شنو صار عندي صار عندي هنا قسمه أول مرة أقسم وبعدين أجمع 56 أقسمها على 4 هنا راح أقسم على صفحة 56 تقسيم 4 خمسة كمرة بها أربعة بها واحد واحد في أربعة أربعة أنقص أربعة ناقص عفوا خمسة ناقص أربعة واحد أنزل الستة صارت 16 16 كمرة بها أربعة بها أربعة أربعة في أربعة 16 وأطرح صفر صفر إذن الناتج هو 14 يعني 56 أقسمها على أربعة هو 14 زائد أنزل 15 ويساوي أجمع 14 زائد 15 هو 29 صار واضح؟ هذه نقطة 12 نقطة 13 y أس 2 ناقص 5a الواي شقد قيمتها؟ قيمتها 8 فراح يصير هنا 8 أس 2 8 أس 2 ناقص الخمسة تنزل بين الخمسة وبين الـ a هي ضرب فراح أقول في الـ a شقد قيمتها؟ الـ a قيمتها 9 فراح يصير 5 في 9 ويساوي 8 أس 2 يعني 8 في 8 8 في 8 هو 64 ناقص هنا راح أضرب 5 في 9 هو 45 ويساوي هسا راح شنو أطرح 64 ناقص من عدها 45 4 ناقص 5 ما يصير أخذ من ال 6 راح يصير 5 والأربعة راح يصير 14 14 ناقص من عدها 5 هو 9 و5 ناقص 4 هو 1 إذن الناتج هو 19 صار واضح؟ هنا عندنا صفحة 83 اختر الإجابة الصحيحة لقيمة المقدار الجبري لكل مما يلي المقدار الجبري وهنا مطين الاختيارات أول مرة نحل وبعدين نشوف يا هي الإجابة الصحيحة هنا عندنا X أس 3 زائد Y أس 3 هنا أنا منطيني قيمة X 2 ومنطيني قيمة Y 4 فهنا أنا أقول يساوي راح أعوض
هنا الاكس اس 3 ايش قد قيمه الاكس؟ قيمه الاكس 2، فراح يصير هنا 2 اس 3 زائد الواي اس 3، الواي ايش قد قيمتها؟ قيمتها 4، فراح يصير 4 اس 3 ويساوي، هسه راح تخلص من الاس، 2 اس 3 يعني هاي الاثنين مضروبه في نفسها 3 مرات، 2 في 2 4، 4 في 2 8، 8 زائد 4 اس 3 يعني الاربعة مضروبة في نفسها 3 مرات، 4 في 4 16، 16 في 4 هو 64 ويساوي، هسه راح اجمع 8 زائد 4 هو 12، 2 1 اعاد التسمية، 1 و 6 هو 7، اذا الناتج هو 72. نشوف هنا يا اختيار 72 هو الاختيار سي، اختيار سي هو الاجابة الصحيحة 72. نقطة 15 هنا منطيني x اس 4 زائد y اس 3 ناقص z اس 3 زائد w، منطيني قيمة w هي 2 والx 1 والy 2 والz هو 6، فهنا راح اعوض، هنا اقول يساوي الx ايش قد قيمتها؟ الx قيمتها 1، فراح يصير هنا 1 اس 3 العفو 1 اس 4، 1 اس 4 زائد الواي ايش قد قيمتها؟ الواي 2، فراح يصير هنا 2 اس 3 ناقص الزد ايش قد قيمتها؟ قيمتها سالب 6، فراح يصير هنا سالب 6 اس 3 زائد الدبليو ايش قد قيمتها؟ قيمتها 2. صار واضح هنا انا عوضت، هنا معطيني القيم قيم المتغيرات عوضتها في هذه الرموز. صار واضح؟ هسه راح اتخلص من الاس، هنا انا اقول يساوي راح اتخلص من الاس، واحد اس اربعة يعني هذا الواحد مضروب في نفسه اربع مرات، واحد في واحد واحد في واحد واحد في واحد واحد، اذا راح يبقى هنا واحد زائد هنا اثنين اس ثلاثة يعني اثنين في اثنين اربعة في اثنين ثمانية، فاثنين اس ثلاثة هو ثمانية ناقص سالب ستة اس ثلاثة، هنا عندنا ستة في ستة ستة وثلاثين، ستة وثلاثين في ستة 216، 216 هنا شنو الإشارة؟ إشارة سالب، ليش؟ لأن السالب في السالب موجب، موجب في السالب سالب، فراح يصير هنا أخلي قوس وهنا أقول سالب 216، صار واضح؟ زائد الاثنين أنزله، هسه تخلصت من الأس، هسه شنو صار عندي؟ صار عندي ترتيب عمليات، هسه راح هنا عندي جمع وطرح وجمع، فراح أبدأ من اليسار إلى اليمين، واحد زائد ثمانية هو تسعة ناقص، وهذه أنزلها عندنا سالب 216 زائد اثنين ويساوي هنا كذلك عندنا تسعة ناقص سالب 216، هنا يا إما تستعملون النظير الجمعي، فراح يصير هنا العدد الأول ينزل كما هو، الإشارة تنقلب إلى زائد، وهنا عندنا النظير الجمعي للعدد الثاني سالب راح يصير موجب، فراح يصير 216 زائد 2 ويساوي، هسه هنا عندي جمع فأجمع، فهنا راح أجمع 9 زائد 216 زائد 2، فراح يصير الناتج هو 227، 227، هسه هنا نشوف الاختيارات، الاختيارات 227 هو الاختيار B هو الإجابة الصحيحة. نقطة 16 هنا عندنا x زائد y على هنا z اس 2 مطيني قيمة x 8 وقيمة y 2 وقيمة z هو 5، فهنا راح اعوض، فهنا راح اعوض x هنا ايش قد مطيني اياها؟ مطيني اياها 8 قيمتها 8 زائد الواي هنا ايش قد 2، الz هنا ايش قد قيمتها؟ 5، فراح يصير هنا 5 اس 2 ويساوي، هسه راح اجمع 8 زائد 2 هو 10، 10 وهنا 5 أس 2 يعني 5 أس 2 يعني 5 مضروبة في نفسها مرتين، 5 في 5 هو 25، صار واضح؟ هسه هنا صار عندي 10 على 25، هنا أقدر أختصر على 5، اثنيناتهم تقبل القسمة على 5، هنا العشرة كمرة بها 5 بها 2، وهنا عندنا 25 كمرة بها 5 بها 5 ويساوي 2 على 5، هسه نشوف أكو اختيارات 2 على 5. نعم هنا عندنا اختيار سي هو 2 على 5.
نقطة 17 هنا عندنا القيمة المطلقة x ناقص y مطيني قيمة x سالب 8 وقيمة y سالب 3. هنا هسه راح أعوض. هنا عندنا ال x هو سالب 8 فراح أقول هنا سالب 8 ناقص هنا عندنا ال y شقد سالب 3 سالب 3. زين هسه هنا شنو عندنا؟ عندنا راح استعمل النظير الجمعي سالب 8 تنزل كما هي وهنا عندنا العملية تنقلب إلى جمع والنظير الجمعي للعدد الثاني. هسه شنو صار عندي؟ صار عندي جمع والإشارات مختلفة، أخذ إشارة الأكبر وأطرح من الأكبر، الأكبر لثمانية فأخذ إشارة السالب وأطرح ثمانية ناقص ثلاثة هو خمسة فراح يصير هنا القيمة المطلقة لسالب خمسة. إذن هسه أتخلص من المطلقة، القيمة المطلقة لسالب خمسة هو خمسة. صار واضح إذن الناتج النهائي هو خمسة. هسه أشوف هنا الاختيار خمسة، الاختيار خمسة هو سي، سي هو الاختيار الصحيح. نقطة 18 هنا عندنا الجذر الاكس زائد الجذر التكعيبي 7 ناقص واي مطيني قيمة اكس 1 وقيمة واي تساوي 8. هسه هنا أول شي راح أعوض. هنا عندنا الجذر الاكس، إيش قلت هنا عندنا قيمة اكس؟ قيمة اكس هو 1 فهنا نقول جذر الواحد زائد هنا عندنا الجذر التكعيبي 7 ناقص هنا الواي شقد 8 فراح يصير 7 ناقص 8. صار واضح؟ هنا اقول يساوي هنا عندنا جذر الواحد هو 1 يعني جذر التربيع للواحد هو 1 لان 1 في 1 1 زائد هنا اقول 7 ناقص 8 هو سالب 1 سالب 1. ليش؟ لان هنا اذا استعمل النظير الجمعي فراح يصير 7 زائد سالب 8 الإشارات مختلفة، ناخذ إشارة الأكبر ونطرح فراح يصير هنا سالب 1 يعني جذر التكعيبي لسالب 1. إذا ما تعرفون هنا شلون صارت سالب 1 تستعملون النظير الجمعي، يعني العدد الأول ينزل تقلب العملية إلى جمع والنظير الجمعي للعدد الثاني راح يصير سالب 8 فراح يصير جمع والإشارات مختلفة، ناخذ إشارة الأكبر اللي هو الثمانية السالب ونطرح ثمانية ناقص سبعة هو واحد فراح يصير سالب واحد. إذن هنا عندنا واحد زائد الجذر التكعيبي لسالب واحد ويساوي هنا عندنا الجذر التكعيبي لسالب واحد. أول شيء هنا عندنا هذا الواحد ينزل زائد الجذر التكعيبي لسالب واحد يعني سالب واحد في سالب واحد في سالب واحد، سالب واحد في سالب واحد هو موجب واحد لأن الإشارات متشابهة فراح يصير موجب واحد، موجب واحد في سالب واحد راح يصير سالب واحد لأن الإشارات مختلفة، إذا كانت الإشارات مختلفة في الضرب فإشارة الناتج راح تكون سالب، إذن راح يصير هنا سالب واحد يعني الجذر التكعيبي لسالب واحد هو سالب واحد ويساوي هنا عندنا جمع والإشارات مختلفة فالناتج راح يكون صفر، هنا عندنا جمع مع النظير الجمعي فالناتج راح يكون صفر. صار واضح؟ إذن الناتج النهائي هو صفر. هنا نشوف الاختيارات، الاختيار B هو صفر، إذن الاختيار B هو الاختيار الصحيح. صار واضح؟ وانتهى درسنا لهذا اليوم ومع السلامة.